موجودين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير عليكم جميعا، صباح جديد يجمعنا ولوحة صباحية جديدة نتمناها دائما بكل خطوط الأمل والعمل وبكل ألوان الجمال والإبداع، ونتمنى دائما أن يكون صباح السبت بداية موفقة ليوم موفق وأسبوع موفق للجميع. ولك يا وطن، لك البداية والنهاية والمقاصد والذرى، ولك البقاء ولك الطريق الرحب يمشي والبهاء، يبقى هنالك في انتظارك قائما حتى اللقاء. داخل ولاية النيل الأزرق وعلى حدودها الغربية تقع منطقة أجدي، وهي لا تبعد كثيرا عن عاصمة الولاية مدينة الدمازين. في طريقنا إلى أجدي التي تشتهر بالأراضي الزراعية الخصبة استوقفتنا هذه المشاهد. يشكل الرعي مصدر رزق لكثير من أهل ولاية النيل الأزرق، وعلى وجه الخصوص سكان المنطقة الغربية التي تبدأ بقرية أجدي، فالمنطقة تعتبر منطقة زراعية ورعوية. أجدي قرية صغيرة تقع تحت سلسلة من الجبال عرفت هي الأخرى بجبال أجدي، فالقرية أشبه بأن تكون قرية سياحية وتزداد جمالا في فصل الخريف. زرنا أجدي نحمل معنا أشواق وتطلعات مشاهدي كاميرا الشروق، وهنا وكعادة أهل السودان وجدنا احتفالا بإرث وتراث أهل المنطقة. أهالي منطقة أجدي عادة ما يحتفلون بإرثهم عند الزواج، ويبدو هذا التجمع لواحد من أفراح أسرة القرية التي تمتد إلى حين اكتمال مراسم الزواج. النساء يقودن هذا الاحتفال بأغاني حماسية تشجع الشباب وتحثهم لوضع مصلحة القرية وأهلها فوق كل شيء، فمعظم الأغاني تلهب شجون الشباب وتدعوهم إلى الزواج عبر أغاني من تراث أهل القرية. أجدي تميزت بتلاقح نسيجها الاجتماعي، فمعظم سكان القرية يلتفون حول بعضهم في المناسبات الكبيرة على الرغم من اختلاف قبائلهم، والمردوم خير دليل على تمازج سكان المنطقة باعتباره رقصة وإرثا عرف به أهل منطقة غرب السودان.